صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 6 لسنة 2024 بتعيين وكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم وذلك بناء على عرض وزير التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد إبراهيم علي عبد الرحمن البرشيد وكيلا مساعدا للتعليم بوزارة التربية والتعليم